الساعات اللي فاتت بالنسبه لي اتقال ان اشرف بن شرقي غادر ببعثه الزمالك ومش هيرجع للقاهره بعد المباراه مباراه الوداد. وفي الحقيقه وده خبر لرقم 10، اشرف بن شرقي رجع مع البعثه، موجود في القاهره، مفيش اي كلام من اللي اتقال ده خالص خالص. اما بخصوص تجديد التعاقد معاه فمسؤولي نادي الزمالك عقدوا جلسه مع رشيد شقيقه ووكيل اعماله واتكلموا في المقابل المادي والشرط الجزائي، لكن حتى هذه اللحظه ما وصلوش لاي اتفاق. انا قلت كلام مهم جدا عن اشرف بن شرقي امبارح. اشرف بن شرقي من حقه انه يمشي، من حقه، عقده خلص يمشي. مش يعني نصيحتي او رايي او تفكيري انه مش هيلاقي افضل من نادي الزمالك، والدليل فرجاني ساسي ما خلاص اتطفى، يعني فرجاني اتطفى بشكل او باخر يعني. فانا شايف ان اشرف احسن له يبقى موجود في نادي الزمالك، بس هو حر، هو حر في قراره، اكيد هو حر في قراره. بس حتى يحين هذا الموعد، موعد انتهاء علاقته مع نادي الزمالك اللي هي بنهايه عقده، يدي باخلاص، يدي بضمير، يدي بحب، يدي باجتهاد، يدي بنفس الموهبه اللي لعب بيها لنادي الزمالك في الشهور والسنوات الماضيه. ده العدل وده الكلام المحترم، ده الكلام الاحترافي. من حقك تمشي، عقدك خلص امشي. كيليان مبابي عقده هيخلص مع باريس سان جيرمان بنهايه الموسم، هيمشي، اللي هو اهم لعيب يعني مستقبلا يعني هيكون اهم لعيب في العالم، من حقه، من حقه، رغم ان باريس بقى هو اللي مطلعه، هو اللي خلاه ينور، هو اللي خلاه يكسر الدنيا، مش هو اللي طلعه كشاب يعني، بس هو اللي اظهره كنجم كبير يعني، من حقه. بس تبقى الامور حتى هذه اللحظه كيليان مبابي بيلعب مع باريس سان جيرمان وهو نجم الفريق الاول، مع وجود ميسي ونيمار هو نجم الفريق الاول. ما سهل، ده اللعيب المحترف، ده اللعيب المحترف يلعب لاخر دقيقه ثانيه في عقده. ده فيما يخص اشرف بن شرقي، واكيد جماهير الزمالك تتمنى الامور تحسم في الايام القليله القادمه ويستمر اشرف بن شرقي مع فريق نادي الزمالك.